واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان
له عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله وما العزيز الغفار الله